والشرك التحذير منه على نوعين، التحذير من الأعظم والأشد وهو الشرك الأكبر لأنه محبط للعمل ومخرج من الملة، ويحتاجه ولا شك حتى الموحد. كيف يحتاج الموحد التحذير من الشرك الأكبر؟ حتى لا يقع فيه، حتى لا يقع فيه من حيث لا يشعر. ويحتاجه الواقعون في هذه الشركيات من الجهال الذين أضلهم دعاة الضلال وأوقعهم في الشرك أبا عن جد. تجد للأسف سلسلة ممتدة حتى تصل بكل مرارة إلى القرون، قرون متوالية. انظر الآن بعض الطرق الشركية كيف أنها منتشرة منذ قرون في بعض البلدان، مستمرة فيهم، تأتي إلى مصنفاتهم في القرن السابع، في القرن الثامن، العاشر، التاسع، إلى وقتك قريب. وإن كان والله الحمد بعد دعوة الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب تغير كثير من أحوال الناس، لكن لا يزال هناك حاجة عظيمة جدا لإزاحة هذا الشرك عن الأمة. هذا الشرك هو الداء الأكبر المضعف لدين الأمة ودنياها، فما دام هذا الشرك ضاربا أطنابه بهذه الطريقة فلا شك أن الأمة في حال من الضعف والتشتت، والذي يوحدها هو التوحيد. التوحيد هو الذي يوحد الأمة، إذا اجتمعت الأمة على التوحيد الخالص وحد الله تعالى لها صفها وجماعتها. يقول ابن عباس رضي. والنوع الثاني الذي يحتاجه الموحد وتكثر الحاجة إليه هو مثل ما ذكرنا الشرك الأصغر، فإنه يقع من كثيرين، وتجد هذا في كتب وفي كلمات وفي ممارسات كثير جدا في المسلمين للأسف، فيحتاج إلى التنبيه الكبير عليه، ولهذا جعل الإمام المجدد هذه الأبواب في التنبيه عليه رحمه الله.